You know which finger I'll show you, na? You know which finger I'll show you, na? انباء من قلب الحدث واخبار حصري عن نجوم عالم بوليوود والدراما الهندية. انهيار وبكاء بعد الكشف عن اسرار صادمة عن رحيل الممثلة تونيشا شارما بطلة مسلسل علي بابا وحبيبها الممثل شيزان محمد خان متورط بالدرجة الاولى، والقضية تتخذ مجرى صادما. هل اعتنقت تونيشا الاسلام قبل رحيلها؟ وما علاقة الممثل شيزان خان بالقضية؟ نجم بوليوود سلمان خان يقبل حبيبته السابقة سانجيتا بيجلاني أمام الجميع، والكل يتساءل عما إذا كان الثنائي قد قام بأحياء حبهما من جديد. نجمة بوليوود كاجول ترد بغضب واستياء على فضيحة ابنتها نايسا، وتعلق على الاتهامات الموجهة إليها. لقد أثار الظهور الأخير لنايسا ديفغان ابنة نجمة بوليوود كاجول برفقة أبناء نجوم بوليوود إبراهيم علي خان، خوشي كابور، ماهي كرامبار والآخرون ضجة واسعة بين صفوف مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. فقد تعرضت نايسا لانتقادات لاذعة بين من اتهمها بالسكر، وبين من جزم حقيقة خضوعها لعمليات تجميل، وبين من انتقد تصرفاتها ولباسها الخادم بالحياء. لتخرج كاجول عن صمتها لأول مرة وتعرب عن غضبها لما حدث، وترد على الانتقادات الموجهة لابنتها نايسا، إذ نفت حقيقة خدوع نايسا لعمليات تجميل وعلقت قائلة: إنها ادعاءات كاذبة. نايسا نشطة للغاية على مواقع التواصل الاجتماعي وتعرف كل شيء عن الصحة والجمال، فهي دائما تبحث عن المستجدات المتعلقة بالجمال، كما تعتني ببشرتها بشكل منتظم، فهي تضع قناعا للوجه 3 مرات في الأسبوع، ونصحتني باتباعها، كما أنها مهووسة جدا باللياقة البدنية مثل والدها. كما سئلت كاجول عما إذا كانت هذه الانتقادات تؤثر عليها وعلى ابنتها، فأجابت قائلة: سأكون غبية إذا قلت أن ذلك لا يؤثر علينا، لكن هناك مستوى معين يمكنك التعامل معها بجدية. لقد زلزل خبر رحيل الممثلة التلفزيونية تونيشا شارما بطلة مسلسل علي بابا البالغة من العمر 20 سنة الوسط الفني بالهند، وأصبحت قصتها قضية رأي عام بعد أن تم القبض على الممثل شيزان محمد خان الذي كان على علاقة غرامية بتونيشا بناء على أقواله وأقوال والدة الممثلة. فحسب آخر المستجدات، فقد أكدت العديد من التقارير أن تونيشا قد وضعت حدا لحياتها بعد أن اكتشفت خيانة شيزان لها وإخبارها بإنهاء علاقتهما، وبالتالي تم تمديد محاكمة شيزان لمدة 2 يوم بعد اتهامه بالتحريض والاستغلال.
كما أكدت الشرطة اليوم أن شيزان كان على علاقة عديدة مع نساء أخريات. كما صرح بوان شارما عم تونيش لوسائل الإعلام أن تونيش قد تغيرت كثيرا بعد لقائها بشيزان، فقد اعتنقت الإسلام وشرعت في ارتداء الحجاب. ويذكر أيضا أنه سيتم التحقيق في محادثات الواتساب المحذوفة الخاصة بشيزان، ومن المتوقع أن يتم تسجيل أقوال أفراد عائلته في اليومين المقبلين. وكما العادة وبشكل متوقع، قامت نجمة بوليوود كانكنا رانوت بالتعليق على هذا الحديث المأساوي قائلة: يمكن للمرأة أن تتعامل مع أي شيء، لكنها لا تستطيع التعامل مع حقيقة أن قصة حبها كانت مجرد كذبة. لقد كان حبها هو نقطة ضعفها وهدف سهل لاستغلالها، وإذا قررت إنهاء حياتها يرجى العلم أنها لم تفعل ذلك بمفردها، إنها ضحية الخيانة. نحن بحاجة إلى رعاية بناتنا، إنها مسؤولية الحكومة لحماية الأنثى. أرض لا تكون فيها المرأة آمنة مصيرها الهلاك. لقد أصبح حفل عيد ميلاد السلطان بوليوود سلمان خان حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن حظي الحفل بحضور ألمع نجوم بوليوود. ولكن ما أثار انتباه الجميع هي اللحظة الاستثنائية التي تجمع سلمان خان بحبيبته السابقة سانجيتا بيجلاني، اللذين كان على وشك الزواج في فترة التسعينات، وتم طباعة بطاقة زفافهما قبل أن يفترق بشكل ودي. شهد سلمان خان وهو يقبل سانجيتا على جبينها ليتبادل الثنائي فيما بعد العناق والتحية. وتعليقا على هذه اللقطة، علق أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: إنه الحب الأول لسلمان خان. كما أضاف آخر قائلا: كان ينبغي على سلمان أن يتزوجها منذ البداية وأن تكون الحياة سلسة للغاية. وللإشارة، فقد وقع سلمان وسانجيتا في الحب أثناء تصويرهما لإعلان تلفزيوني، وتظل واحدة من أطول علاقات سلمان خان. كما قرر الاثنان عقد قرانهما في السابق، ولكن للأسف انتهت قصة حبهما لسبب خيانة سلمان خان لها. إليكم هذا المقطع. Yeah.